شوفوا لي دو ديرني ماتش في زوج رفضوا لي زيكيب تاعهم. صالح سي تنجم تقول كراس صالح اللي ولي دونجي والبيت لي ماركا ولي مد فريمون كان في القمه. وماني راك شفتوا هذه المقابله او اللي فاتت كيف كيف رفعوا المستوى وطلعوا بلادهم لا ويلفو. انا جو بونس سي دو جوار هاد اللاعبين. شيخ لا تعتقد، اسمح لي، بانه مهمه محمد صلاح في المنتخب المصري اصعب من مهمه ساديو ماني، لانه ساديو ماني محاط بالنجوم، عنده خلفه كوليبالي، عنده ديالو، عنده وراءه او امامه غاناغاي، عنده صار في الدفاع، عنده الكثير من اللاعبين بن شيخ، كثير من النجوم، لكن محمد صلاح مع احترامي لكل لاعبي المنتخب المصري فيه فارق. تحس بانه المنتخب المصري هو منتخب جماعي ولكن عندهم لاعب خارق اسمه محمد صلاح. سي فري مي بارفوا ان جوار كيما محمد صلاح ينجم يصيب روحه احسن على ماني اللي ما عندوش كيما راك تقول ما يا با دونو. بارفوا ليجيبت سي اون ايكيب كوليكتيف تري سودي تري ريغروبي، دونك جو بونس كو زيد الجوار هذاك اللي ماركا سي تريزيغي سي صح تريزيغي ولا المستوى تاعو عندهم ايضا نيني في وسط الميدان. ايه دونك انا ما نحش لا ديفيرونس باسكو انت تعرف الاسماء اللي يلعبوا، مي كي تشوف السنغال وتشوف ليجيبت، ليجيبت راهي في المستوى تلعب بو فوتبول، ما يعرفوا ياتاكيو يعرفوا كاش يتروغروبا. لكن اعتقد بان مهمه ساديو ماني اسهل في المنتخب السنغالي لانه عنده الكثير من النجوم. يعني حبيت نقول لك لو يغيب مثلا ساديو ماني عن المنتخب السنغالي ما يتاثرش السنغال كما لو يغيب محمد صلاح. لا باسكو ليجيبت عندها ان نو كبير غير واحد هو محمد صلاح. نعم. ولكن السنغال يغيب ساديو ماني تنقص 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 بالبزاف. سي لو جوار هو يدير اليوم كان افضل لاعب في الملعب. هو يدير لا ديفيرونس، هو يبينيتري، هو يمد، هو يديفوندي، اخي الخدمه اللي يديرها عجب. تقول لي فاش ممكن الثقل يجي شويه على محمد صلاح، لان لو كان ما يديوهاش ولا ما يجوزوش مصاروه يهضروا بزاف على بالي مسكين عنده ما يسمع محمد صلاح بارابور للسنغال. السنغال سوا سوا السنغال ممكن ينساوها شويه، يهضروا شويه وينساوها باسكو كاين بوكو جوار اللي يدعوا عليهم.